هدفنا أنه نتعاون مع شركائنا على نبذ خطاب الكراهية والسعي أنه يصود التضامن بين المجتمعات، خاصة عبر التقارير الإعلامية المسؤولة. I believe it is that truthful, accurate and independent information is the best way to get a better understanding of migration. في لغة دولية كلنا بنستخدمها مبنية على مصطلحات تقنية لازم يبقى كلنا موحدين عليها، وبالتالي المشروع اللي احنا اشتغلنا عليه النهاردة هو أحد المشاريع أو أحد الطرق اللي احنا بنحاول ان احنا نأكد عليها على أهمية المصطلحات واستخدام المصطلحات الدقيقة. أقعد كده 10 ثواني أسأل نفسي إيه اللي أنا أعرفه عن القصة دي وإيه اللي أنا محتاج أعرفه قبل ما أبدأ أكتب وأنشر الخبر. الأخبار الكاذبة اليوم مروجين لها بيعمدوا على إرفاقها بتعليقات مثيرة. يجب التأكد من المصادر ويجب التأكد من الأخبار اللي بتطلع على منصات التواصل الاجتماعي. الإعلام هو وسيلة والإعلامي هو رسول، يجب أن ينقل ما يحدث بشكل أخلاقي ومهني وبكل مصداقية وبكل أخلاق، فليحرص الصحفي بأن يكون أداة للخير وأن ينقل الحقيقة كما هي. إحنا بحاجة عقل يفكر وإيد تبني وقلب يحب. إذا تجمعوا الثلاثة في بوتقة واحدة مشينا بالخط السليم وبنينا مجتمعات أفضل بعيدة كل البعد عن الكراهية وتصنع المحبة.